يسعد اوقاتكم حبايبي، يوم جديد وفيديو جديد، فيديو كله نشاط وحيوية، تحدي الكسل، روتين تحفيزي لتنظيف البيت قبل الشتوية، قبل ما تقسى البردات وتقوى علينا، لكل ست بيت او عروس متكسلنة وتعبانة ومن شغل البيت زهقانة، خليكي معي وكملي الفيديو للاخر، وان شاء الله بس يخلص الفيديو رح تحسي بطاقة ونشاط وحيوية لتنظفي بيتك، ورح تخلصي كل تنظيفات بيتك وتنجزي كل مهامك وطاقتك لسه ما خلصت. بالبداية بتمنى منكم تضغطوا زر اللايك وتشتركوا بالقناة لسه مو مشترك بالقناة، فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. معكم آلاء وبرحب فيكم بقناتي آلاء لايف. خلونا نبلش. أول شي رح أبدأ فيه هو تنظيف الدواوين أو تنظيف الأنتري، لأنه الاستهلاك عليه دائم وبشكل مستمر ويومي، وكل مرة بليفه بسفنجة مخصصة إله. بس هالمرة حبيت اني استغل انه الفرشات عندي ياهون فيهم سوستا يلي هي السحاب، بقدر فكهم وطالع وش الفرشة منهم وحطهم بالغسالة. اكيد الغسالة حتنظفهم تنظيف عميق اكتر من تنظيفي انا عم ليفهم بالليفة، لهيك كل شي اله سوستا فكيته وحطيته بالغسيل، وبهيك كون استغليت الوقت والتعب والجهد يلي كنت رح اقوم فيه بتنظيفهم. وهلأ بنظف الأرضية الديوان الثابتة. أي ليفة عندك ياها تكون ناعمة، أنا هاي الليفة مخصصتها للدواوين، لتليف الدواوين، بحط معطر نقطة كلور، كلور عادي فيك تحطيه ألوان بس أنا بصراحة حاطة هلأ كلور العادي، وأي معطر عندك ياه أو بتفضلي ريحته. كملي معي الفيديو للنهاية لقلك شو هو المعطر الوحيد اللي بستخدمه تقريبا لكل شي، لتليف الدواوين، للغسيل، معطر للغسيل، وحتى كمان لشطف الأرض. ريحته صدقيني بتتم وصلاني لآخر الحارة وكمان بتضاين كل الوقت. وقتك تقومي تعملي روتينك لتنظيفك للبيت كتري من المعطرات، لأنه أول شي الروايح الحلوة بتعمل انتعاش وتحفيز، لأنه لا شعورياً روايح النظافة بتزيد عندك الحماس للتنظيف. مثل ما شفتوا الليفة عندي ياها ناعمة وفك وجوه المخدات، طبعاً هدول شق فلهيك ما بحطهم بالغسالة، بغسلهم على ايدي وهن من الغبرة يعني هن ما فيهم شي يتوسخ. بس هدول يلي بغسلهم على ايدي لانه ما بنحطه بالغسالة، اما الباقي كله بحطه بالغسالة. اكتر شي ببين عليه الغبرة والوسخ هو اللون الفاتح، اللون السكري او الابيض، لهيك بلاقي حالي فورا رايح عليه اول شي بلش فيه تنظيف قبل الغامق. بصراحة انا عندي ادمان وعشق ابدي لروايح المنظفات والنظافة، يعني حتى الكلور قد ما زوجي بجيب لي الكلور بيقلي شو عم تشربي، عن جد عندي يا ادمان روايحه تنظيفه بالحمام وبالمطبخ، عندي يا اساسي بالبيت معطرات. شو حلو لما تفوتي على بيت او على مكان وتشمي ريحة النظافة والتعطيرات، حتى انتي كاعتنائك بنظافتك الشخصية وتتم ريحتك دائما معطرات ونظافة بيعطي احساس وانتعاش تاني الك ولأهل البيت. يعني حلو الواحد انه لما يضم او يحضن امه يشم الى ريحة مخصصة من النظافة، او حتى زوجك تعدي جنبه وتكون ريحتك كلها نظافة ومعطرات. طبعا انا عم بحكي انتي ضمن منزلك، اما برا البيت اكيد ممنوع نحط عطر. كرر عملية الفك والتنظيف والتليف للديوان الثاني. خلونا ننتقل للمرحلة اللي بعدها. ما قلتولي باعتبار رجعت الشتوية انتم من محبين الشتاء ولا الصيفية؟ انا تحديدا من عاشقين الصيفية، عندي شوب وحط مراوح وشغل مكيفات واشرب مي باردة واكل بوزة، ولا اني ابرد وضغطة تحت 50 حرام او انه ما ادفى. باختصار انا كائن صيفي، مع انه سبحان الله اختي توأمي كائن شتوي بتحب الشتاء، انا بالعكس بحب الصيف. انتو كائن شتوي ولا صيفي؟ اكتبولي بالتعليقات. هلأ مثل ما شفتوا الغبرة يلي ما بتخلص، وقد ما مسحتي ونظفتي بالغبرة ما بتخلصي. نظفت الطاولة وحطيت عليها المفرش، وبعدين بحط عليها شو كنت حاطة الزينة، كل شي خفيف وبسيط، يعني خير كلامي ما قل ودل، شي يعطي شياكة وبنفس الوقت من دون عجقة، هيك ما تتغلبي بالتنظيف وبالغبرة، تختصري عحالك الوقت. وهلأ بلشنا بالجد وبلشنا بالشطف والرغاوي والتنظيفات العميقة، مي دافية وشوية كلور والمعطر اللي حقلك ياه بآخر الفيديو، بحطهم على بعض بقلب السطل وبتلاقهم على الأرض، وببلش بالمقشة أفرك البلاط أو السيراميك. ولأحكي لكم حكايتي، أنا وحدة بعتبر حالي محظوظة لأنه كان بسوريا بيتي أرضه سيراميك
وكنت بصراحة كتير اتضايقة من هالقصة، لأنه السيراميك دائما بتبين عليه الغبرة ودائما بدك تم إيدك فيه وتنظيف، يعني الشعرة بتبين عليه، النقطة بتبين عليه، بشكل عام هو أول ما بيكون منظف بيكون بياخد العقل وعميل معه مثل المرايا، أما استني عليه ساعة زمان بتلاقي لم كل الغبرة وبينت عليه مباشر، أما البلوت العادي فبيضاين، يعني بيتم يوم كامل مثلا نظيف أو بتبان عليه النظافة أكتر. فكنت عندي مشكلة ببيتي اللي كان بسوريا بأنه كان سيراميك، كنت دائما متغلبة بشطفه وتنظيفه، فجيت على مصر قلت بركي يعني الله بيصلح حالي وبيعدل أموري وبيريحني. فالحمد لله كمان البيت كله هون عندي يا سيراميك، بس يعني سيراميك أوض غامقة، سيراميك أوض فاتحة، يعني مجلس الأمور. بس يعني هي حكايتي باختصار، ومثل ما قلت لكم أنا وحدة هوايات الشطف، ما بحس بالنظافة إلا وقت بشطف، يعني لازم بالأسبوع مرة أشطف البيت شطف كله، شطف بالمي والمعطر. المي والشطف دائما بينطفوا أكتر من الممسحة، لأن المي بيجيكي على الزوايا على الحروف، أي بقعة موجودة فورا بتروح على الشطف والمي، أما المسح بدك تمسحي كذا مرة لحتى تحصلي على التنظيف كامل أو درجة النظافة يلي بدك إياها. الشطف تلاقي هالمي، المي مع المقشرة بتسحب لك كل الوسخات وبصير البلاط مثل المرايا عم يلمع وبياخد العقل، والروايح الشطف كلها مهففة والنظافة يا سلام، صدقوني حتى البيت بيبقى محافظ على نظافته أكثر من 3 أيام. هو ممكن يكون متعب أكثر من المسح، بس صدقيني بعد ما تخلصي وتنظفي كل شيء بتحسي حالك يا سلام مالك العالم، بتحسي النظافة حولك وحواليكي، عن جد شعور النظافة وإحساس الروايح النظافة كيف طالعة من بيتك بتنسيكي كل تعبك. وإذا كنتي عم تشطفي والدنيا صيف وشوب بتبردي وبتنعنشي قلبك وقلب ولادك بهالشطف. طبعا أنا هون كان هذا الروتين مسائي، استنيت لحتى ولادي الله يحميهم ناموا وزوجي طلع يسهر شوي سهرة خفيفة مع رفقاته، قلت لأستغل الفرصة ونظف البيت تنظيف عميق. وانتي كمان استغلي اي فرصة بتصير لك، يكون ولادك الله يحميهم برا البيت، زوجك برا البيت، انتي عندك طاقة او ما عندك شي تعملي، استغلي فرصة انك تنظفي البيت تنظيف عميق. بيكون ممكن تاركتي كل الاسبوع عليك تنظيف او شغل، تركي الموبايل من ايدك وتركي كل الافكار السلبية يلي دائما حاططك تحت تأني بالضمير انه علي كذا وما انجزته، لازم نظف هون وما عملته. لا، قيمي كل هالافكار وبلشي، حددي شو بدك تبلشي الشغل، شو هو البدايات الاولية المهمة اللي لازم تبلشي فيها. هلا انا نصيحة مني بالبداية كرمال تتحفزي وتقومي فورا تلاقي الشغل سلس معك انك تلمي وتركني اي شي، ركني غرفة القعدة، غرفة النوم او المطبخ، لانه عنا مثل بيقول كنستي وما لميتي يا ريتك خليتي، يعني شطفتي بس لسه الكراكيب والغبرة على الطاولات وعلى الدواوين وعلى الخوت وبالمطبخ، ما رح يبين تعبك وتنظيفك. اما نطفي دائما خلي ايدك بالتركين، الانتري غرفة القعدة نطفي ركني لمي، اي كاسة صحن سيجارة اي شي ورقة محرمة مسح طاولة اي شي قدامك نطفي، غرف النوم نفس الشي، تعلي الولاد الله يهديهم بتموا زاتين تيابهم يمين وشمال، منعلقهم منساويهم تخوتهم منساوي غرفتنا، وكمان المطبخ اي نقطة قهوة نزلت بنمسحها على الغاز على الرخامة، منفضي الحوض المجلى شو بقلبها كاسات الشاي اي شي، كرمال ما يتراكم علينا وكرمال اذا حبينا نقوم نشطف ونعمل تنظيف عميق للبيت ما في شي يكون عائق عنا. هلأ انا بعد ما شطفت البيت عم نظف الباسكت تبع الغرف، هي تبع غرفة الأولاد، فرشاية مخصصتها لتنظيف الباسكت وتنظيف القشاطة والمقشية اللي كنت عم بشطف ونظف فيهم البيت، لأنه أي شي ما بتنظفيه ما حيعطيكي النظافة المطلوبة، يعني المقشة لما أجي نظف فوق لقش فيها البيت وهي مليانة شعر وغبرة أكيد ما حتقشي لي الغبرة يلي موجودة، أما لما بنظفها باستمرار باخد منها أفضل نتيجة وبتنظف لي البيت مثل ما بدي. وكمان الباسكت محطوطين بغرف النوم، يعني أكيد لازم يكونوا نضاف وما إلو ريحة طالعة، لأنه الولاد يعني ممكن ابنك أو بنتك يكونوا عم ياكلوا موزة وكبوه بباسكت غرفة النوم فهي بتطالع ريحة. بعد ما أغسل الباسكت ونطفه منيح بتركه لينشف وبحط له كيس نايلون بقلبه مشان أي شي بيكبوا الولاد بيكون بقلب الكيس، باخد الكيس بشكل أسبوعي من غرفتهم
وبنظف الباسكت كل أسبوع أو 15 يوم، نظف هاي التنظيف العميق للباسكت. وبدي أقول لك نصيحة تتجنبيها، كنت أنا أم فيها وتراكم علي شغل كتير، هلأ الحمد لله تخلصت منها نسبيا. لما كنت فوت لأركن الغرف، إن كان غرف النوم أو غرفة القعدة، كان كل شي كراكيب أو قطعة صغيرة كان ولادي عم يلعبوا فيها أو زوجي عم يستخدمون، عبيهم بكيس وحطوا على جناب، أو عبيهم بكرتوني وحط هالكرتوني على جناب. وكل ما اجي لركن لم هيك كل شي كراكيب ناعمة موجودة وحطهم بكرتونة او كيس على جنب، لحد ما لقيت انه صار يتراكم عندي كياس كياس كلها بدي اقعد نقي منها، الشي اللي عليه اهمية ومهم خليه على جنب وشيل الكراكيب اللي ما له داعي كبه. لقيت حالي عم راكم على حالي فوق شغلي شغل، لهيك صرت فورا اتخلص اي شي موجود اله قيمته احتفظ فيه بمكان مخصص، ممكن ماله قيمة أو قيمته وسطية كبه مباشر اتخلص منه. ضروري وكتير مهم انك تتخلصي من الكراكيب اللي ببيتك أو الشي اللي مضى عليه سنة ما استخدمتي، لأنه صدقيني حياخد منك مساحة ووقت ومجهود وتعب، حتلاقي صعب وين بدك تروحي فيه أو كل مرة عم تقيميه وتحطيه بنفس المكان. لهيك تخلصي من أي كراكيب ما استخدمتيها أو أي شي زايد عن حاجتك. وصدقيني حتى اوقات الشغلات المهمة اللي بتقيميها لوقت عازتها، وقت عازتها بتلاقي حالك نسيتي وين حاططيها او بتدوري ما بتعودي بتلاقيها وبتنزلي تجيبي غيرها جديد. لهيك بالاجمال خلي ايدك والكب، يعني اي شي ممكن لقدام تعتازي بعد سنة ولا بعد 5 شهور ولا مو هلأ هلأ معتازتي كبي، بياخد طاقة منك سلبية وحجم ووقت ومجهود. لهيك نصيحة مني خلي ايدك والكب، واي شي بتشتري جديد وعندك مثله قديم كمان استغني عن القديم، لانه عندك يصير القديم والجديد وبعد فترة بترجع بتجددي بتراكم عندك شغلات وحاجات ما الى مكان وبنفس الوقت مكررة، يعني ما في داعي يكون عنا 50,000 طنجرة و60,000 معلقة، يعني كل شي استخداماتك الاساسية موجودة فيه وبس. صدقوني ببين البيت أشياك تنظيفه أسهل، حتى أنتي ما بياخد منك ومن مجهودك ووقتك وطاقتك، بتوفري على حالك كتير شغلات لما بتتبعي هالخطوات. وهلأ عم نظف البانيو والحمام والمطبخ، وبس نوصلت لتنظيف هاي الأماكن معناتها الحمد لله خلصت الشغل برا بالبيت. بالنسبة للغسيل كرمال سهل علي مثل ما حكيت بفيديو سابق بروتين تنظيف البيت واستغلال وقت خلال المدرسة، رح اترك لكم اياه بالوصف وبالبطاقات. قلت لكم اني وقت اللي نبلش نتحمم ونغير ثيابنا بفرزون الاسود لحال والابيض لحال الملون لحال، مشان لاقي عندي وجبه الغسيل جاهزه اني احطها بالغساله وشغل الغساله عليها. وكمان شغله اني بجهز الغسيل، مثلا بيغسل بطالعه بنشره وبس ينشف بلمه وبطوي، بعدين بشغل على الوجبه اللي بعدها، ما بشغل كله غسيل ووجبات كله ورا بعضها كرمال ما تتراكم علي كلها ورا بعضها وصير ما عم لحق نشر وطوي وتطبيق. اوعك تراكمي الشغل عليكي وتتمي عندك مستهترة بالبيت او بتنظيفه او بانك تنجزي مهامك اليومية وتخليهم كلهم يتكوموا فوق بعضهم، بتلاقي حالك بعدين مالك عرفان منين بدك تبلشي. واوعك كمان تعملي كل البيت بيوم واحد، يعني تشطفي وتطبخي وتمسحي وتغسلي وتنشري وكل شي كل شي متراكم عليكي تعمليه بيوم واحد، لانه هيك حياخد منك المجهود ضعفين والوقت اضعاف، وانتي كمان بنفس الوقت حتكوني ظلمتي حالك وتعبتي كتير ووصلتي لدرجة ما تقدري حتى توقفي. تجنبي انك تمري بهاي المراحل وحاولي تنجزي مهامك اليومية برواق وتخطيط وتنفيذ يومي، واكيد تخصصي وقت الك ووقت لعائلتك تعدي معهم فيه. أول ما بتفيقي بكير تشربي فنجان قهوتك بتفطري وحاولي تبلشي بإنجاز مهامك غرض غرض على الرايق من دون ما تضايقي حالك. بتلاقي حالك تعبانة حاولي تنجزي الشغلات يلي ممكن تكون على القاعد، مثل طوي الغسيل مثل أي شي ممكن تنجزيه على القاعد، لا عندك طاقة وعندك نشاط قومي اشطفي اجلي عملي أي شي عندك يا من مهامك اليومية. المهم اوعك تجمعي الشغل كله ورا بعضه، لانك حتفقدي الطاقة والشغف وكمان حتكوني تعبانة نفسيا قبل جسديا.
لهيك رتبي أمورك ونظمي من نامتك تبلشي، وإن شاء الله رح تخلصي كل مهامك يلي عليك. وإنتي وعم تشتغلي خلي الذكر على تمك، يعني استغفار أو لا حول ولا قوة إلا بالله، صدقيني بتفرق معك. أو حتى إذا حطيتي سورة البقرة إنتي وعم تشتغلي تسمعيها، وصبايا وجيل هالأيام الله يهديهم ويحميهم بحطوا أغاني كرمال يقوموا يتنشطوا ويشتغلوا. ولا تنسي بركة الفيقة بكير، صدقيني لما بتفيقي بكير نهارك بيفرق، بتلاقي حالك قعدتي وضيعتي وقت وشربتي قهوة واشتغلتي ولسه زايد معك وقت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا بوركة لأمتي في بكورها، وخصوصي إنه وقت الشتوية قصير، بتلاقي كل الأدنات ورا بعضها وخلص النهار وبلش الليل والسهرة صارت طويلة. إذا مرات حسيتي حالك متضايقة أو مضغوطة من شغل البيت ومن الكراكيب ومن الالتزامات يلي عليكي، طب إنه تعي نشوف الجانب الثاني. لما بشوف بيتي مكركب معناتها الحمد لله ولادي بخير وبصحتهم، معناتها هنن قدرانين يقوموا ويكركبوا، الحمد لله معناتها هنن بسلامة. لما كمان زوجي بتلاقي جاب لي الأغراض وكوم لي كل شي ومونة وتفريز وخضرة وأكل وطبخ، طب أنا مثلا ممكن أعصب إنه كله ورا بعضه ولا كله مع بعضه، أو ممكن أتضايق إني تعبت، بس كمان بفكر إنه الحمد لله، الحمد لله الله رازقه، الحمد لله قدر يجيب لنا، الحمد لله بيتنا ما ناقصه شي، الحمد لله على نعم الله. لهيك أي شي بحياتك ممكن تشوفي فيه الجانب السلبي والجانب الإيجابي، خلي نظرتك دائما إيجابية للشي اللي قدامك، اشتغليه بحب، حسي بقيمته واحمدي الله عليه وقدري كرمال يحفظ لك اياه ويبارك لك فيه. يبارك لي بعيلتي بولادي حتى بصحتي بأهلي وبكل الناس يلي بيحبوني. صدقوني كل شي عم نقوم فيه نحن كأمهات مأجورين عليه، ورب العالمين كرم الأمهات وجعل الجنة تحت أقدامها لأنه مهمتها كتير عظيمة ومتعبة. طبعا ما بننسى دور الأبهات وفضلهم على أولادهم، بس رب العالمين وسيدنا محمد كرم الأم عن الأب درجة. الله يطول بعمر آبائنا وأمهاتنا ويقوينا ويرزق أزواجنا. نصيحة لما بتشتغلي وبتتعبي وبتأنجزي ببيتك مهامك، لا تستني من اللي حواليك إن كان أولادك أو زوجك يقولوا لك كلمة شكر أو الله يعطيك العافية. هلأ هن لو قالوها مشكورين، بس لا تستني يقولوها، طلبي الأجر والثواب من رب العالمين، لا تطلبي من الناس. وهلأ وقت الرتوشات النهائية يلي هي تلميع المرايا، وتقريبا هالمهمة عندي اياها شبه يومية، يا ريتكن معي لتشموا روائح النظافة والهفهفة والمعطرات يلي بالبيت. يا سلام على روائح الانتعاش والنظافة، عن جد احلى احساس راحة نفسية لما بتحسي حالك انك نظفتي وانجزتي وصار بيتك كله مثل الفل، في لذة بهي السعادة ما بعد سعادة. يلا قومي نطفي بيتك وحسي بنفس السعادة والانتعاش يلي أنا عم حسهم. لما بنظف بيتي بنطفه كرمال بحب هيك شوفه، بحب دائما هيك شم روايح المعطرات فايحة منه، مو لأنه استنى حدا جاييني أو عندي مناسبة كرمال نطفه، لأنه الراحة النفسية يلي بحس فيها وقت اللي بكون عم نظف البيت وبخلص وبشوف إنجازاتي بتنظيف البيت ما بعد راحة ولا بعد سعادة. وعندنا مثل بيقول نظف بيتك ما بتعرف مين بدوسه، وغسل وشك ما بتعرف مين بيبوسه. لهيك دائما خلي ريحتك وريحة بيتك نظافة معطرات، وكل شي حواليك يكون نظيف ومهفهف وعم يلمع. ما شاء الله ليك والحمد لله لما خلصت كيف مبسوطة فرحانة بإنجازي وتعبي وتنظيفي، بس الروائح والنظافة نستني كل تعبي. عن جد ما في أحلى من النظافة وروائح الانتعاش بالنظافة. وهيك بكون خلصت الفيديو، كان معكم ملكة المطبخ. لا تنسوا اللايكات وصورة المعطر بأعلى الشاشة. أتمنى يكون نال إعجابكم، بحبكم كتير، سلام.